اهلا بكم اصحابي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه اسمها النينجا، وهنلعب الجزء الثاني بتاع المكان. بس الفيديو الاول اللي انا عملته لعبنا الدور ده، بس لما كنت بلعبها مع نفس الجوسلت الدور ثلاثة. احنا هنلعب دور واحد. بس المكان ده جامد قوي وشكله حلو ومنور كده، في أشجار حلوة. وكمان شجرة جنب القمر، نهار أبيض. كانت صعبة قوي، ازاي أعملها يعني؟ لو كنت استنيت آخر لحظة، لو كانت النار خبطت فيا. عارفين بقى الحتة دي بتتعمل ازاي؟ بتتعمل كده وكده وكده. بس طبعا انتوا عارفين ان دي ارض شوك، لو جيت عليها تخسروا. فخلي بالكم، ده بتاع المسدس ده غلس، بس لو قربتوا منه قوي قوي هيضربكم بالحتة بتاعت المسدس يعني. بس حقه، كان حقه يلف ويشوفني. لا ضربني كده اول ما جيت له. غلسين قوي. النار دي اللي بتطلع، الحتة اللي بتطلع النور دي شكلها كأنها بق سمكة، تشبه بق سمكة بتطلع نار. ايه طب ازاي اعملها؟ سهل. اصلي بس كان في حد بعت لي حاجة لعبة، بس بتهنك شوية. هو في ورقة فوق، حاسس ان في ورقة. في ايه ده؟ اصلا ما جتش عليها. طلع عشان الرسالة اللي فيها. خلاص قربت تلمسني. خلصي بقى يا نور، كملي شغلك. كملي شغلك. لا بقى كل ده رجعتي. السمان ده واقف كده ليه؟ اتحرك. مرة جيبه بقى لما يتحرك يقف. الله شوف، هو بيتحركش ليه؟ ليه ده؟
مرة كده كسبنا أخيرا. ده أكيد دور 2 ولا 3 مش متأكد. بس المكان ده أحلى من المكان الأولاني الأول. كل دي فلوس ضربني من غير ما اخد بالي. غلس قوي. تعرف ده بيتضرب كده. يا كنت هقع على الشوك. ايه كنت هضربك ضربة. ضربني قبل ما اضربه. جلس نطيت من غير ما اقصد. الحتة دي غلسة اوي. شكلي في حد هنا. معرفتش. أنا خايف لو تطلق عليا طلقة النار. طب الصعوبة دي ازاي اعملها؟ الحمد لله انتهى. انت بتجري لي؟ انا اصلا بعيدة عندك. انت هتعرف هتجيلي؟ تعرف تجيلي اصلا؟ نجد ولا ايه؟ كان في واحد ورانا فكره هو. شوكتني. ايه ده؟ طب مع اني انا ضربت عليه ازاي بقى ما طلعش؟ اللي هو بياخد ضربتين. ده كان دي كأنها طيارة نار. طب اعملها ازاي؟ لا كل ده رجعته. خسارة يعني. حرام عليك. انا حاسس ان الشوك ده اكتر من التاني ده. طيب البتاعة دي فلسة اوي اللي بتطير دي. ايه ده بقى؟ بس اصلا النار ما كانتش عليا. واهو رجعنا مرة تانية للحتة دي.
كسبنا بقى دور خلص أوي أخيرا. أغلس دور، أغلس دور في العالم. إيه ده؟ ده نط، ده كان حقه، ده نط 3 نطات، كان حقه ينط نطتين مش 3 نطات. ازاي بقى؟ وفي حاجة تانية، أنا ضربت واحد مضربتوش في مضربتوش عادي، ده أنا ضربته في الدرع من غير ما أقصد. لا بقى في حاجات كده غلط، في حاجات جامدة في الصغيرة. وبعدين نرجع مرة تانية. ده يا نهار أبيض، الشوك الكتير ده هي كنت هاجي عليه. مش مشكلة بقى، الورا الورا هتخصلني، مش مشكلة. الراجل ده لا بقى، كل ده رجعته. وهو رجعنا مرة تانية برضو، فهو رجعنا تانية. يا رب بقى ما نخسرش، يا رب يا رب ما نخسرش. اهو عدت الحتة دي ورا. هو ده بقى السبب اللي خلاني اخسر الحتة الخامسة، هو السبب بتاع المسدس ده. ايه ده يا نهار ابيض. اهو كده. طب ما ايه صعب؟ بس ساعات لو ضربت واحد في الدرع بينفع. ايه ده؟ بص شايفين عمال يمشي كده ازاي؟ مش عارف ماله عامل كده ليه اصلا. مضحك قوي. ورقة كنت هنسيها، ما خدتش بالي من الشوكة دي. اغلس مكان، مكان غلس قوي بيخسر. هو مش مشكلة 30 جنيه بقى. عندنا محاولتين كويس الحمد لله. طب اعدي ازاي يعني؟ اعملها ازاي الدور ده؟ اعمله كده. اخيرا اخيرا الحمد لله. يا نهار ابيض، تاني مكتوبه بقى. يا رب ما اخسرش، عامله دي اخر محاوله. لا ايه ده؟ ازاي السوق ده؟ يا رب ايه ده؟ يا نهار ابيض، دي هتقعد تزيد سرعتها. انا خايف قوي. ايوه
كده اخيرا كسبنا الدور ده، اخيرا كسبت. ده الصبح طلع، الصبح طلع في اللعب. اصلا الارض السوق دي اغلس حاجه، اغلس حاجه، اغلس حاجه بتخسر. والمسدس ده بقى في ورقه هنا، بس ازاي هعرف اجيبها؟ شوفوا بقى الغلاسه دي، هي كده. خليك محترم وارجع لي لورا عشان اضربك. لا يا نهار ابيض، ازاي؟ طب اعملها ازاي يعني؟ ولا اجي على الحيطه؟ برد تاني ده واقع زي الحاجة كده، حشرة. لا لا، خسرت 3 مرات يعني. خلاص بقى مش هاخد الورقة، مش لازم، هتخسرها. هتقعد تعمل فيا كده لغاية اخر حاجة في حياتي، اخر يوم في حياتي يعني. الورقة ملهاش لازمة اوي يعني، ملهاش لازمة. يعني هما كفاية، بس على قد ما تقدر. لو حاول تاخدها، لو خلاص هتخسرك مش مشكلة، ما تاخدهاش. ده بقى ايه ده؟ انا مخدتش بالي ان مفيش هنا ارض، افتكرت في ارض. برضه تاني بقى، لا بقى كده في حاجة غلط. اديتها. لا لا لا، وانا كم مرة اعدي الحتة دي؟ كم مرة؟ 1000 مرة يعني. سلسة اوي اوي. تخيلوا بقى الدور الوحش اللي بتاع الجيم ده. الشوكة دي سريعة أوي. لا كل ده بعد كل المصاعب اللي أنا عملتها. أنا حاسس إن أنا هخسر خالص. كنت هخسر برضو، مش مشكلة. الورقة دي ولا حاول اخدها؟ لا مش هاخدها، هتخسرني. ورق خدعة زي اه. الحمد لله خدتها، خدتها بطريقة تانية. الطريقة التانية الطريقة التانية اللي انا بتعارك عليها قهرت، هتخسرني برضه. الورق عكس اللي توقعته. مسدسين ده، دول كان ثلاثة ولا
وعايزة اقول لكم حاجة، على قد يعني لو في واحد ورقة صعبة مش عارفين تاخدوها، كل مرة تخسروا منها ما تاخدوهاش، لان دي ممكن تخسركم، مش لازم يعني. وبرضو لو في حد تحاولوا تموتوه ومش نافع وهيخسركم، وإفيهات يعني هيخسركم فيها، مش لازم برضو تموتوه. اسمع بقى كلام النصيحة دي. لا بقى ديفيت اهو، ارجع مرة تانية. لا بقى مش هسمح ان دي تموتني. ايوه عدتها اخيرا الحمد لله. ويكون الحتة الطويلة الفضل، الحتة دي كأنها دور واحد كده. لا، كل ده رجعته. لا هو مش كل ده يعني، المكان ده جميل اوي، استنى بقى لغاية ما الضربة السريعة تتحمل. انا مش عارف هنا محتاجها ولا لا. ايوه اخيرا، ده الدور الواحد بياخد ربع ساعة. خدتش بالي من الشوك. الدور ده بقى احتمال ياخد ساعة. فكتك ازاي الورق؟ احطها شكل الدور ده هيعدي بسلام، شكله سهل. بس اللعبة دي فيها حاجة ذكاء يعني، صعبة قوي، حاجة ذكاء صعبة قوي. وفي هنا اكيد ورقة فوق هناك. ايه ده؟ في ورقة. عارفين انا عرفت ازاي؟ لان طالما يعني طالما في نار فوق يبقى هيكون فايدتها ايه طالما هي فوق. فانا عرفت وقلت يبقى النار دي افضل اقف واقف واقف لغاية ما الاقي حاجة يعني يعملوها، علشان تكون صعبة والاقي حاجة. فاهمين؟ لا اعديها ازاي بقى؟ لازم اروح لدي. ايوه
طب موتك انت ازاي؟ يا موتك ازاي؟ مش مشكلة. يا انه سجن ايه ده؟ اكيد في زرع صوب كده. هو ايه اللي ضربني؟ اكيد زرع صوب. يا نهار ابيض، واحدة تانية بس مش للدرجة دي يعني تموت الانسان. ده مين جاي يقدر يستحمل اي حاجة؟ هنا هي اكيد هي دي اللي اكلتني. ولا بتاكل زي الاسد؟ تاكل زي الاسد زي اللاين. كل ده رجعته لا بقى، عكس اللي انا قلته. مش الدور ده مش هيعدي بسلام، هيعدي بعكس سلام. لا 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 لا، نطتي كانت ضعيفة فما لحقتش. مش مشكلة، كلتني وخلصت منها. اعدي كده ده العذاب اللي انت هتقعدي تعملي فيا. تقعدي تحكيني خلاص بقى. البتاع ده غلس اوي، الدور ده بقى غلس اوي اوي. غلس اوي. النور بتاعت البتاع دي شكلها حلو قوي. وانا النور حلو. كده ايوه. خليني بقى اخلي هعدي الحتة دي بالسيف. السيف السريع، الضربة السريعة. وبص يا شباب، انا هقف لحد هنا عشان كده مش عارف اكسب اكتر من كده، وعشان ما اطولش معاكم. فبس لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، وما تنسوش برضه تعملوا سبسكرايب عشان يوصلكم حلقات جديد مني. سلام.